مشاهدي ومستمعي المدى، أنا حامد السيد أحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. مشاهدينا ومستمعينا، أعتقد تذكرون معاي حضراتكم أنه قبل أسبوع أو أقل من أسبوع عثرنا ملف المعممون المزيفون. شنو ذولا سالفتهم المعممون المزيفون؟ هذول ناس مثل المنتسبين الأمنيين في الأجهزة الأمنية، يلبسون عمايم ويمشون بالشارع بسيارات عسكرية ويحملون أسلحة ويأخذون صور لنفسهم ويطششوها في الفيسبوك ويرهبون العالم من خلال الفيسبوك، ومظهرهم مرعب. من خلال الفيسبوك صورهم أن تنتشر بالزي العسكري، هم ملامحهم ملامح مقززة أيضا، يعني مع احترامي طبعا للمعمم اللي يقاتل بالجبهة وهو في المتقدم ويناضل ويكافح مع الجنود العراقيين ويكافح داعش. وإحنا قلنا أكثر من مرة يا جماعة، أنت إذا ترتدي العمامة الدينية وظيفتك الأساسية ترى بالمسجد بالحسينية، تروح تهذب النفوس، تروح تطهر الناس، تقول لهم لا تبوقون لا تسرقون لا تنتخبون الفاسدين. مو طالع ولابس عسكري وعايف لك سعفتين والنوبة سيفي نجت هاي الرتبة الجديدة ما أعرف شو اسمها، ويمشي بالشارع ويتجول والرتل ماتش كبرى وتاهو وجكسارة ورانج روفرات يستعرض على العالم. وأنا ما شايف طبعا شيخ معمم ووقور مهذب ضارب أبر ذراعة الإيدة وهيك منفوخات وشكله مقزز. لو مثل هذا المشهد اللي تشوفوه مشاهدينا، هذه الصورة للشيخ اللي خاط لحيته خط بالليزر وعلقنا في حينها على الحلاق اللي مزينه، حلاق ماهر جدا، وقلنا ما أعتقد حلاقته مكلفة وتتجاوز $75. يعني ماكو الشيخ بالعالم يا جماعة محفحف محفحف ومحدد حواجبه ومحدد لحيته، حتى الوقار رايح من وجهه رايح من خلقته. هذا طالع لي بالهمر كأنه بروسلي ما ادري فان دام الباقري ما ادري شو اسمه، تالي متالي هاي الهوبزه وهذا البروباغندا والدعايه. طبعا هذا نفس المعمم اللي هسه راح تشوفون راح هذا شوفوه، هذا نفسه ابو الارجيله طلع معمم، كان بغير عالم انتقل الى عالم اخر. هنا أنا صعد مظلل للسيارة، صار مؤمن وصار صاحب جماعة مسلحة. ظهرت تاج الرأس هاي الجديدة أنه جاي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، لبس العمامة طلعوا له جماعة وصار تاج رأسنا ولحد يحكي عليه، وهذا خط أحمر. وهي سالفة الخط أحمر بدأنا نتجاوزها، وهذا وعي جدا مهم. الالتفات للمواطنين لمواجهة مثل هذه الجماعات على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة أثمرت وأنتجت على الأقل رد فعل من الحكومة لمواجهة مثل هذه النماذج. مشكورين طبعا الأجهزة الأمنية، تحديدا قوات الجيش العراقي، تحديدا الفرقة 11 التابعة للجيش العراقي، استخبارات الفرقة 11 لاحقت المدعو علي الباقري واعتقلته. احنا قبل لا نظهر طبعا اعتقال او مشاهد لاعتقال المدعو علي الباقري، خلنا نعرض على حضراتكم المعلومات اللي اثارها قائم مقام قضاء الخالص في الحلقه السابقه، مو هذه الحلقه السابقه اللي راحت يوم امس، احدى الحلقات اللي بثت على حضراتكم قبل اسبوع او اقل من اسبوع، وذكر معلومات مهمه وخطيره حول المدعو الباقري. قال يا جماعه المدعو الباقري ما اسمه علي الباقري، اسمه مؤيد ناصر، وهذا مؤيد ناصر سلاب وقطع طرق ويرتدي العمامه ويلبس زي شبيه بزي الحج الشعبي، بس ينصب مفارس طبعا في دياله ويعني يرصد السيارات الحديثه، يا سياره حديثه يرفع السلاح بوجهها باسم الحشد باسم الفصائل المسلحه، يسلب السيارات ويبتز العالم ماليا ويخطف حتى الشباب ويخطف الاطفال. خلينا نعرف المعلومات اللي ذكرها، طبعا معلومات مهمه قائم مقام قضاء الخالص السيد عدي الخدران في احدى الحلقات السابقه حول المدعو علي الباقري. عدي الخدران طبعا قائم مقام قضاء الخالص، يبدو للسيد عدي الخدران معلومات حول المدعو طبعا الباقري. سيد عدي الخدران اولا حياك الله. الله يحييك انت وضيفك الكريم ومشاهدينا. ان شاء الله زين. سيد عدي وياي؟ نعم تفضل. سيد عدي انت حقيقه يبدو مطلع على شخصيه المدعو السيد الباقري. وطبعا تم التحذير منه ومن شخصيته من قبل بيان صدر من هيئة الحج الشعبي مؤخرا، وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي تحول طبعا من رجل مقاوم بشكل سريع إلى رجل سخرية تتناوله مواقع ومدونين ويسخرون منه ومن حضوره بالزي الديني وبالزي العسكري. أنا اللي لفت انتباهي في موقع الفيسبوك طبعا
انه هو كان حضوره مكثف في دياله. ايش عندنا بدياله يمكم يعني؟ ايش معنى دياله؟ نعم قيادات الشرطه قاعد يمهم، المراكز الامنيه يدخل لها بشكل عبالك يمتلك تصريح امني من مكتب القائد العام للقوات المسلحه، يتجول بسياراته في القضاء في قضاء الخالص وبعقوبه. ليش دياله تحديدا هذا المدعو الباقري يفتر به؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الباقري، هو اسمه الكامل علي مهيب ناصر، وهو ليس ينتسب إلى الشجرة العلوية ولا النجف الأشرف. لم يكن من أهالي النجف حسب الاطلاعات اللي طلعنا عليها، وبعد الرسائل والاتصالات آنذاك بعام 2014 اتصلنا بالأمن الوطني آنذاك واتصلنا بمختارين المناطق بعد ما أعطانا معلومات وعنوان. لم يكن هو من هذه المنطقة ولا حتى أعمامه كما ادعوا، لكن كانوا يسكنون الخالص. علي مؤيد كان موظف خدمة في عام 2012 لغاية عام 2014 في مديرية الهلال الأحمر العراقي، وبسبب الغيابات تم فصله من الوظيفة. بعد 2014 التحق بكتائب حزب الله الغالبين، وبعد توفر معلومات غير مشجعة بخصوص هذا الشخص وادعائه السيدوية وارتدائه العمامة، تم طرده، لأن الكل يعرف بأن هذا الشخص هو كان يسكن منطقة التحرير. هذه جزء من المعلومات اللي ذكرت حقيقة، وبعض المعلومات ما أعرف يعني، أنا أعطيت تايم كود بس لزملاء المونتيرية. عموماً المعلومات التفصيلية ذكرها السيد عدي الخدران، وهي معلومات مهمة جدا وبالغة الخطورة، أنه السيد مؤيد ناصر اللي مدعو علي الباقري هو أولا لا ينتسب للشجرة العلوية وليس من ذرية الباقري، وهو طبعا عامل، كان موظف بسيط عامل خدمة في الهلال الأحمر في ديالة، وبعد ما تم تسريحه من العمل يعني فصل بسبب تكرار غياباته، انتمى إلى فصيل مسلح اسمه حزب الله الغالبون. هذا مو كلامي مشاهدينا مستمعينا، هذا كلام عدي الخدران قائم مقام قضاء الخالص. علي المؤيد ناصر انتمى إلى حزب الله الغالبون، ثم طبعا بسبب سوء السمعة فصل من حزب الله الغالبون، انحل هذا الفصيل العسكري، تمت ملاحقته من قبل فصائل أخرى، تمت ملاحقته من قبل الحكومة، ما نعرف بالنهاية، بس بعدين اختفى طبعا بعد أحداث الموصل هذا الشخص، وظهر فجأة في عام 2016. في عام 2016 طلع الرجال رايح لمركز شرطة ديالة، وتحديدا مركز شرطة الخالص، ماخذ منهم تقريبا ما يعادل 50 قطعة سلاح بين كلاشينكوف وبين بي كيسي وبين مسدسات، يدعي انه هذا السلاح راح ياخذها يسلمها للحج الشعبي لمقاومة داعش. بعدين السلاح ماخوذ بعنوان الحج الشعبي، وهذا السلاح مبيوع في السوق السوداء، وطلع هذا يفتر على المراكز الأمنية، يضغط على الضباط والقادة في الجيش العراقي، ياخذ منهم أسلحة، ياخذ منهم سيارات، وما أعرف يسلمها إلى جهات غير معلومة مجهولة، يسلب بها ياخذ سيارات. على العموم يوم أمس ظهرت صور حقيقية وصور دقيقة أيضا وصور جديدة للمدعو علي الباقري، خلينا نشاهدها مشاهدينا مستمعينا بلا صوت، حقيقة حجبنا صوت، لأن بعض اللي أمسكوا بالسيد الباقري المادة حقيقة مهيئة، أو ما أعرف الزملاء موجودة عندهم بنيوز إديتور. طيب إلى أن أي نعم، لا بس خلينا نشوف الصورة حتى بعدين ننتقل إلى الاتصال حقيقة، ونتابع كيف تم اعتقال السيد الباقري. عندنا صورة حصرية حقيقة الزملاء بنيوز إديتور، يعني أكو صورة. أي طيب، لا ضروري أن نظهر الصور شباب زملائنا. أي أوكي، فعلى العموم مشاهدين إلى أن تجهز الصورة، هي مو صورة حصرية حقيقة، ظهرت في موقع الفيسبوك، وهناك شخص طبعا يحاول أن يستنطق السيد الباقري من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وهو منتسب في الفرقة 11، ويبدو أنه فعلا الفرقة 11 تمكنت من اعتقال المدعو الباقري، شكرا طبعا للجيش العراقي، وهذه المهمة الأساسية للجيش العراقي. طبعا وجهنا دعوة إلى قيادة القوات المسلحة في إحدى الحلقات السابقة من برنامج ناس وحكومة، إلى وزارة الدفاع، حتى إلى وزارة الداخلية، قلنا لهم يا جماعة الشخص اللي ما متأكدين من هويته لا تخلوه يصعد بالهمر، لا تخلوه تشكشك صور مع سلاحكم ومع سلاح الجيش لأنه مسيء. وبعدين فعلا طلعت مثل هذه الشخصيات، شخصيات مدانة وملاحقة بتهمة ابتزاز ناس، بتهمة اختطاف ناس، وملاحق من قبل القانون، ملاحق من قبل. هذه الصورة الحديثة للسيد الباقري بعد اعتقاله يوم أمس.
خلينا نشاهد الصور فول سكرين مشاهدينا. تمكنت طبعا قوة تابعة للجيش العراقي الفرقة 11، استخبارات الفرقة 11 يوم أمس مساء تمكنت من اعتقال المدعو علي الباقر النجفي. وفي هذا الفيديو حقيقة احنا أخفينا الصوت لأن بعض الألفاظ غير لائقة طبعا للأسرة. يتحدث علي الباقري، يكشف فقط هويته، يقول لهم أنا مؤيد ناصر وليس علي الباقر النجفي. يدري شلك بيها، شورطك بالفيسبوك وتقول للعالم أنا مقاوم وسلاحك وجماعتك، وتظهر طبعا بصور طبعا وهمية وعمامتك مزيفة طلعت. أنا معي عبر الهاتف أعتقد السيد الفريق محمد العسكري المستشار في وزارة الدفاع. سيادة الفريق إذا تسمعني حياك الله. الله يحييك، تحية لك ولمشاهدي قناة مدى الفضائي. شلون الصحة؟ إن شاء الله زين. يسلمك يا أستاذ حامد يا حبيبي، يحفظك ربي. الله يحفظك ويرعاك. طبعا أنا أعتقد هذا عمل بطولي وهو عمل مغامر، أن تصدات وزارة الدفاع أو الفرقة 11 الاستخبارات التابعة للفرقة ملاحقة مثل هذه الجماعات في مثل هذا الظرف طبعا الملتبس، واللي يعطي دائما هوية عقائدية مخيفة لمثل هذه الجماعات، معمم وشيعي وطالع بالشارع وسلاحه وجماعاته، أعطى انطباع أنه هذا فعلا يمتلك فصيل مخيف ومرعب. بعدين طلع الرجل يعني لا شيء، تم اعتقاله واصطياده. إذا لديك معلومات تفصيلية، ما عندنا حقيقة ولم يطلع عليها الرأي العام، ممكن أن نسمعها من جنابك سيادة الفريق. أحسنت، بارك الله بك، أولا أحييك على هذه الثقافة الأمنية اللي أنتم تقومون بها كإعلام مخلص يخدم المجتمع بالدرجة الأساس، وبغض النظر عن هذا المسمى أو غيره. للأسف البعض يحاول أن يستغل الحالات العظيمة اللي يقدمها شعبنا العراقي سواء في القوات المسلحة أو الحشد الشعبي أو الحشد العشائري، ويحاول أن يتسلق وأن يبني له مجد كاذب وأن يبتز الناس ويستغل، وهذا مما جعل أن الناس في حيرة أنه الحشد الشعبي حشد مقدس ويقدم الدماء والتضحيات. لذلك أي إنسان قد يظهر يمثله وقد يكون له الاحترام، ولكن للأسف البعض المريض نفسيا يحاول أن يستغل هذه الحالات البطولية، ولا قواتكم المسلحة وبعد أن تم الترويج لهذه الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت المعلومات تتواصل أنه يقود فصائل وأنه يتحدث باسم الحشد ويتحدث باسم مرجعيات دينية، بحقيقة الأمر هناك عمل استخباراتي كبير، ونود أن نبين لكل المشاهدين الكرام أن الحشد الشعبي هو منظومة أصبحت حكومية وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة. حالها حال القوات المسلحة عندما يكون هناك لا سامح الله، وتحدث كثير يعني في بعض الحالات، منتسب من القوات الجيش أو من قوات الشرطة عندما يسيء مع المواطنين، الحشد عندما أيضا واحد ينتمي للحشد يحاسب بنفس الضوابط والقانون، لكن هذا الشخص تم التنسيق، وأيضا الأخوان المسؤولين في قيادة الحشد ساعدوا الأجهزة الأمنية والدولة بالإعلان أنه هذا الشخص لا ينتمي إلى الفصائل المقاومة للحشد الشعبي. وبذلك عندما تم التنسيق مع هذا الموضوع هناك تعليمات صارمة، وتعليمات هي عامة بحقيقة الأمر. نعم. كل من يخالف القانون، كل من يستخدم مسميات غير حقيقية، كل من يستغل منصب غير واقعي، كل من يحمل سلاح بطريقة غير شرعية بكل تأكيد سيكون تحت طائلة القانون. لذلك كان هناك توجيه لكل السيطرات وكل المناطق التي يتحرك فيها هذا الشخص، وأيضا غيره البعض الآن ملاحق لا نفصح عن أسمائهم، بكل تأكيد لا يحملون صفة رسمية يتم إلقاء القبض عليهم، وبالتالي يكونون عرضة، ومشكورين أنتم وأي وسيلة إعلامية أخرى تسلط الضوء على من يقوم بعمليات ابتزاز ضد طيب. المواطنين، أن يكون هذا مصيره. وأعتقد أنه هذه التغطية الإعلامية إن كان لديه شعور هو ومن معه ومن هذا، أعتقد أنه رسالة واضحة أنه كل من يقوم بهذه الأعمال هذا مصيره، وبالتالي الإنسان هو سمعة وكرامة، وهذا الإنسان قد فقد كثير من هذه الأمور. نعم سيادة الفريق، في أقل من دقيقة يعني نقدر نسمي مثل هذه العملية بداية لمواجهة يقوم بها المؤسسة الأمنية الرسمية العراقية مع من ينتحل صفة الحشد الشعبي أو أي فصيل مسلح يقاتل بصورة رسمية متعاون مع الأجهزة الأمنية، مثل مكاتب وهمية، سيارات عسكرية، الزي العسكري المنتشر، حتى المعممون المزيفون، احنا سميناهم معممون مزيفون طبعا لأن اكو عمامة حقيقية طبعا هاي العمامة أخذها من خلال تلقيه الدروس الدينية،
لكن من تصدر المكاتب الدينية في النجف الأشرف نفيها بأنه مثل هذه النماذج غير حاضرة في الحلقات الدراسية وغير معتمدة من قبل أي مرجع في النجف ولا خارج النجف طبعا. هذه نسميها بداية ومرحلة جديدة، وهي مهمة قتالية يقوم بها الجيش العراقي، القوات الرسمية العسكرية العراقية ضد هذه الجماعات. أعتقد هي لا تقل خطورة عن تنظيم داعش، هذه جماعات خطف وابتزاز وجماعات موت. أحسنت، هو بكل تأكيد من يستخدم هذا النفوذ هو بكل تأكيد لا يختلف، هو داعش بطريقة أخرى وبأسلوب آخر، ولذلك هو النقطة الأساسية يستغل قدسية هذا المسمى كمثلا الحشد الشعبي المقدس او الجيش العراقي. قد ينتحل البعض، ينتحل صفه الجيش العراقي ان يلقي القبض عليهم ويقومون بانه ضباط ويبتزون العالم، بيعينون مواطنين، والبعض ينتحل صفه هيئه النزاهه قبل يومين ايضا تم القاء القبض على شخص. بكل تاكيد هؤلاء ناس يستغلون هذه الظروف ويستغلون بساطه المواطن العراقي وطيبته وتعاونه، لذلك يمررون بعض الحالات، ولكن هذه حالات مكشوفه. ونعم هي ليست بدايه، بل هذا عمل مستمر. كل من يخالف القانون وكل من يخرج عن القانون مصيره انه القاء القبض عليه هو القانون، هو الفيصل. لا نسمح بمثل هذه التجاوزات. وايضا هناك كما تعلم كثير من الهواتف، سواء عندي في مديريه الاستخبارات العسكريه، في وزاره الدفاع، مديريه الاعلام تستقبل، في الداخليه، في فصائل الحشد المقدس، ايضا في قنواتهم التي تنطق باسمائهم دائما تظهر على السبتايتل انه ارقام هاتف من يستغل هذه الاسماء. وبالمناسبه نحن نشكر من المسؤولين والقيادات في الحشد الشعبي التي تستجيب لهذه النداءات وتوضح موقف اي شخص تاتي ملاحظات في اتجاهه. وبالتالي هو هذا العمل الوطني عندما يكون هناك تكاتف بين الاجهزه الامنيه في وزاره الدفاع والداخليه والحشد الشعبي ووسائل الاعلام لاظهار الحقيقه. بكل تاكيد هو هذا الهدف الاساسي، وبذلك يعني على المواطن ان يتحلى بالشجاعه الكامله وان لا يخشى هذه المسميات التي تدعي ادعاء زيف وكذب، وان يكون يتعامل بوطنيته وبانسانيته، ولا يسمح لهؤلاء الذين يستغلون هذه الاجواء الحشد الشعبي حشد مقدس وحشد جاء بفهم المرجعيه وموافقه الحكومه العراقيه ويحمل تحت ظل السيد القائد العام للقوات المسلحة. طيب. لذلك هؤلاء الذين يدعون ويسيئون إلى أنفسهم ويسيئون إلى الحشد لا يسمح لهم أبدا، والحشد أكبر من أنا أضم صوتي صوتك سيادة الفريق. المستشار في وزارة الدفاع العراقية السيد الفريق محمد العسكري كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات اللي ذكرتها فيما يتعلق بالسيد المدعو الباقري واعتقاله من قبل فرقة 11، استخبارات فرقة 11 التابعة للمؤسسة العسكرية الجيش العراقي. شكرا لك أيضا، وشكرا للجيش العراقي، وهذه المهمة اللي ننتظرها دائما حقيقة ونترقبها ونتابعها من المؤسسة الأمنية الرسمية العراقية. هذه واجبكم طبعا في الجيش، في الداخلية، في كل المؤسسات الأمنية التابعة طبعا إلى الدولة إلى القانون. هذا واجبكم، من تشوفون شخصية تنتحل رجل دين، تنتحل صفة عسكرية، مهما يكون طبعا ثقلها، مهما يكون سلاحها، مهما يكون أنصارها وأتباعها، ترى يا جماعة هذه دعاية مجرد تستخدم في الفيسبوك، وهذه بروبوغاندا يستخدموها للدعاية والترويج، وهذه واقعهم وهذه حقيقتهم، انكشفت طبعا بعد أيام طبعا. مشكورين كل المدونين وكل المواطنين اللي أبلغوا عن مثل هذه الحالات، وندعوهم للاستمرار طبعا لمواجهة مثل هذه الجماعات بالجرأة التي تمت مواجهتهم بها طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ما تقدر تروح تبلغ عليه مركز الشرطة، افضحه بالفيسبوك، هذا تدوينك طبعا، جاب نتيجة يا جماعة. عندك كاميرا بالموبايل، صور وثق جماعة تبتز، اكو سيارة طابقة على مواطن تخطفه تحت قوة السلاح، الزي العسكري، لابس عمامة ملابس عمامة، وثق كل شيء ودون به، وبالتالي هناك مؤسسة تراقب ومؤسسة ستحاسب. شكرا للجيش العراقي مرة أخرى، شكرا للفرقة 11، وشكرا للمدونين. بعد الفاصل مشاهدي ومستمعي المدى، نفتح ملف أيضا بالغ الخطورة ولا يقل أهمية عن متابعة وملاحقة المعممين المزيفين الجمرك في بغداد طبعا، أو من طريق الشمال إلى بغداد. تدرون حضراتكم الجمارك مع اقليم كردستان اكو مشكله بيه مع الحكومه المركزيه، واكو مآخر على الجمرك من طريق الشمال، انه الشمال ما جاي ينطي نسبه او ما ينطي فلوس الجمارك للحكومه المركزيه، فاستحدثت طبعا الحكومه المركزيه نقطتين للجمارك، اكو نقطه يسموها نقطه الصفرة اللي هي بدياله بعد ما تجي من العظيم، والنقطه الثانيه اللي هي نقطه جمارك الغالبيه اللي هي قبل سيطره الشعب بمسافه. اكو عمليات يعني ابتزاز مالي خطيره جاي تحصل في هذه النقطتين، ما اعرف من قبل
جهات امنيه من قبل اصحاب الجمارك التابعين، ما اعرف الى هيئه الجمارك، ما اعرف الضرائب، هذا لازم نتعرف عليها، ولازم نعرف من يقف خلفها وشون تخضع هذه للرقابه. وبعدين البضاعه يخلوها مكشوفه على الشمس، لو تنطي فلوس وتفوت، واذا ما تنطي فلوس تبقى 10 ايام، 13 يوم، 14 يوم، 4 اسابيع، احيانا شهر، تبقى الشاحنه مكشوفه على الشمس، الاغذيه تفسد وتتلف، وبالنهايه يبقى السائق محتار، وصاحب البضاعه ايضا يخسر. هذا ملف خطير ينبغي ان نتابعه ونفتح للنقاش بعد الفاصل. تفضلوا بالبقى. المدى وطن حر في جريدة. تريد تسوي إعلان وتحقق نجاح أكبر، تجيك فلوس أكثر؟ المدى نوفر لك الانتشار على شاشة قناة المدى وبموقعها الرسمي. راسلنا على العنوان التالي info@almada-group.com أو اتصل على الأرقام التالية 0770-8080 أو 0780-8080. تابعونا على فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، جوجل بلاس، ولا تنسون الاتصال على هذه الأرقام. ويا المدى، شوف البعيد. شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدي ومستمعي المدى. ارحب بضيفي في الاستوديو سيد محمد الربيع، عضو اللجنه الامنيه في مجلس محافظه بغداد. اهلا ومرحبا بك استاذ محمد. استاذ حامد وبمشاهدي المدى، شكرا لحضورك طبعا. وايضا بعد قليل سينضم معنا السيد حسام العقابي، عضو اللجنه الماليه النيابيه، سيكون معي عبر الهاتف للحديث طبعا عن الاجراءات الجمركيه اللي بدات تزداد مشاكلها مع اصحاب الشاحنات الخاصه طبعا واصحاب البضائع. التجار يشكون، يعني ما اقدر اكشف الفيسبوك ورسائلهم المتكرره. انا استاذ حامد اليوم معود الحقنا في برنامجك، خصص لنا حلقه، انا استجابيت لهم الصراحه، ونروح نذهب نشوف سرمد السوانا حقيقه بشكل متخفي. لا. يعني تدري الكاميرا ممنوع تدخل، صح، مشاهدينا السيطره الامنيه ممنوع تدخل منهم كاميرا، يعني انا اريد، وايضا النقاط مالت الجمارك اذا شافوا كاميرا يتكهربون. دليل على شنو؟ لانه اكو ابتزاز، اكو فلوس. استاذ حامد، يعني انت قبل ما نروح اكو نقطه مهمه جدا، ان لما جونا التجار في جميله وبلغونا هذا البلاغ قبل ايام، كنت اريد اتصل في جهه معينه ونسوي حلقه خاصه. بعد ما درست الموضوع حقيقه تفاجات اليوم المدى اتصلوا لي، قلت لهم انا موافق اجي، لان استاذ محمد هذا الموضوع مهم جدا انه طرحته هذا الموضوع. هذا الموضوع اجى في وقته ويبقى مفتوح. نعم، انا اعدك واعد المشاهدين، وانا اعدك راح اجيب لك معلومات اكثر، واذا اكو ملفات ووثائق تقدر تحصلها بوصفك رجل رقابي في مجلس المحافظه، الاستوديو مهيئ حقيقه لاثارته. شكرا. هذا الجمرك شلون اخذ حسن هذا الموقع من الارض، وما عنده لا كراج مال شاحنات، لا عنده كرفانات لمبيت السيارات، زين ما مهيئ سبل للراحه للسواق، ما مهيئ سبل للسلامه الصحيه ايضا للشاحنات. خلينا نحكي بصوره عامه على الجمرك. راح نحكي بصوره عامه على الجمرك، يعني واجراءات الجمركيه. ثانيه، كلنا نعرف الجمارك خارج حدود الدوله، يعني بداخل المدينه شلون تصير جمارك ما اعرف.
خلوا نروح نشوف سرمد القيسي حقيقة حاول أن يلتقط معاناة أصحاب الشاحنات الخاصة، وهي شهادات بالغة الخطورة أدلى بها أصحاب الشاحنات، قالوا بالحرف الواحد لزميلنا سرمد القيسي أنه إحنا نتعرض لابتزاز مالي خطير، ندفع 25 ورقة و30 ورقة الشاحنة تفوت إلى بغداد، ما ندفع نبقى هنا 13 يوم أحيانا شهر كامل ويمنع دخولنا إلى بغداد إلا ندفع 40 ورقة لو 30 ورقة لو 25 ورقة. وين تروح هذه الإيرادات؟ لبغداد، للحكومة الاتحادية، للتجارة، ما نعرف يعني. أيضا من حقنا أن نسألهم عن مصير هذه الأموال، جباية قانونية غير قانونية، ابتزاز، هذا فساد، رشوة، هذا راح كله ذكر التفصيل بالتفصيل تقرير زميلنا سرمد القيسي. تفضلوا بالبقاء. نحن الآن خارج حدود العاصمة بغداد وتحديدا في منطقة الغالبية، متوجهون الآن إلى سيطرة الغالبية التي يقضي فيها سواق الشاحنات أيام عديدة لدفع التعرفة الجمركية. سوف نحاول أن نذهب خلسة بسبب رفض السيطرات لإجراء المقابلة مع أصحاب الشاحنات، ونحاول أن نستطلع منهم ماذا يدور خلف الكواليس. يوم ندوز لينا، الله يرضي محمد، والله 12 يوم ما تشاذب عليك، 12 يوم ندوز لنا البغداد. ليش تشي يعني؟ ما كنت شيء يريد قمر يقردون، هاي يسوون قمر فوري يعني، وازين احنا نمس 10 بالليل طالع بينا القمر ولسه ما واصلين للقمرق، شو قد نوصل من دمر واحدنا؟ ليش يعني؟ شو مسوين؟ شو محملين؟ احنا محملين زرع الاكل الوادم، محملين شيء ممنوع، لا ممنوع خلينا رجعوه، ما كنت شيء يعني. شي ضل بي عمي، شي ضل بي والله، الزرع راح افتح البيبان وشوف الزرع ايش داير بي، مع الشام شو ضل بالزرع، هو برتقال وقوجه كله مسؤوليه. بس انتم بيا منطقه احنا بالغالبيه، غالبيه ايه نعم، بعد مين شو كنت نوصل للقمرك؟ نعم على ابو غريب يعني، ما كنت شيء. ناشد الحكومه يخسون لنا شاره، يخسون لنا حال، والله 12 يوم بالتراب، الله ما نشرب ماكو، ما تنحل معاناتنا، ما تنحل، بس رب العالمين يحلها، ما يحلها لا مسؤول ولا اي واحد يحلها، بس رب العالمين يحلها، والله ما تنحل. يصير قمرك لازم بالحدود، ما يصير قمرك داخل البلد، داخل البلد ماكو قمرك، بالحدود القمرك حدود، ما يصير داخل البلد. والله صار ان احنا اسبوع زمان مذبوبين بالشارع بالتراب، لا اكل لا شرب، مرضى الله وكيلك، والشمس تدق عليه، اي والله اسبوع كامل، واكو ناس 13 يوم والله، وهسه راح نطلع لابو غريب فد خمس ايام سته، يلا نخلص من ابو غريب ونطلع، اي والله العظيم. لا في السيارات متروس ابو غريب، هاي تعقيدات والله، هسه يذبونا بالشارع ابو غريب، ماكو مدخل ابو غريب، ماكو بيها مجال، اي راح يذبونا برا، عود يلحق سراك فد اربع ايام خمسه، والله نطالب الله يسوي لنا شغل، يسوي لنا حل. لا ميسر حل وجهك، تروح سلي بروح بوك، أيوة والله هسه راح نخلص غاز، راح نخلص مي، احنا طالعين كلنا صاحب العوائل طالعين على باب الله، يعني يقول لك روح اشتغل، تروح بوك، روح سلي بالشارع، والله مين يسوي عدل؟ والقران انا حلفت هسه، حلفت قلت اجي بعد ما اطلع للشغل ولا اشتغل من ورا هالشغله هاي، زين اشوف لاي صرفه حتى لو ابيع ماي بالشارع ولا اشتغل هالشغله هاي، ماكو هيك شيء يعني. سايق تريلا بالدول محترم، والله محترم، زين دار استراحه له، معزز مكرم، طريقه مفتوح 24 ساعه لا انقطاع لا شو اسمه، زين احنا يعني بس بهالعراق هذا يعني الطق عبوه سدوا طريق عنا بالتريلا، صار حادث سدوا طريق على ابو التريله، ليش ليش؟ الله وكيلك كل شيء اكو يعني، 25 قناه تعبر الصفره، شنو الصدره مال الصفره 25 قشن، هو شو محمد يعني؟ هذا هو جاي يقول لك جيب شيء ممنوع وانطني فلوس وعبر، انا سمنا اقول له محمد مخضر ويعبرني ب 25 قشن، شو محمد؟ كل شيء اكو صح لو لا؟ والله لا يفتح باب لها، سلمه 25 قعبر، مش سلم 25 هذا حالك، شوف ماكو شيء يعني. ويانا برت الجماعه يطبون ويانا برت، اللي ينسقون امورهم يدفع فلوس ياخذ اوراقه ويطلع برت بنفس الرتل، زين لو لا ينسق اموره يدفع فلوس ما يوصلوا له ابو غريب، يدفع 25 ورقه، اي 25 ورقه يدفع، يجيبون له مستمسكات، احنا هسه ليش لازمين؟ لازمين بس مستمسكات، مستمسكات لعندهم، والا اكو جماعه هسه يرتب حاله 25 ورقه يدفع حسب البضاعه، وياخذ مستمسكاته ويطلع، لا يروح لابو غريب ولا يوصل ابو ولا يتفتش. الله وكيلك، لو محمل تي انت هم يطوب ما حد يحكي وياه، تعطوني يوم 12 شده عبر سياد، اللي يوم خاصه 12 شده، ما تعطوني 12 شده ولا سياد تعبر، الامر بالسيطره
مسؤول على السطره والله. يوميا واحدة 12 شده تطيح براسها الفقره. حيدر العبادي يسوي لنا في التسهيل مثلا ما يقدر ما يقدر الاقليم اقليم كردستان زين ما يقدر يسوي من هناك تعريفه جمركيه يسوي لنا ما لا يلغيها خلي يسوي لنا تسهيل هنا بالسيطره نفس الصفره احط كرفونات موظفين اجيب لجنه زين اقيم السياره كل سياره مثلا اخليها مقطوع عليها مليون دينار زين التاجر حتى يعرف حتى الرشوه حتى الرشوه تروح زين كل سياره مليون يجي السائق يسوي شو اسمه يدفع المليون مال الجمرك زين يطي وصل او يمشي بعد لا حد يحاكي ولا حد يقول له طالع ولا دافع رشوه. هاي ايش طلعت هاي مو دوله طبعا شنو السالفه سمع سالم محمد الربيعي سمعت هاي مواصفات دوله هذه شنو 25 فرقه هذه مواصفات هذه مواصفات عصابات وميليشيات لا والله اي والله استاذي العزيز انا اولا اكرر ترحيبي بالمشاهدين أهلا اليوم بيك. اليوم اهل السواق والتجار مال جميله بصراحه اقول لك من اتصلت بي المدى اتصلت بيهم قلت لهم المدى لبت طلبكم واني راح اكون متكلم قبل لقائي وياكم في مجلس المحافظة على أمل أنه إحنا نلتقي بهم هذه الفترة وأنا واعدك من هسه أنه بعد العيد نلتقي بهم في مجلس المحافظة أنا عندي هسه الآن يمك أستاذ حامد 250 توقيع من عندهم من أهالي جميلة هذا أنا دول 250 أتكلم الآن عن لسانهم كتجار زين وليس كصاحبي سيارات أقول طيب. أنا أشوف المستفيد والمتأذي التجار متأذين الناقلين متأذين المتأذي أكثر المواطن الفقير بالأخير إيش قال لي هذا الرجل قبل بعدين راح نذكر الأرقام اللي تطرح غير الجانب الأمني راح نتكلم به راح نتكلم على الجانب الأمني والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي في البلد طيب. أبدي بدي اجتماعي الفقير هو اللي متأذي من كل وراء هاي الأمور ليش إيش قد المبلغ اللي دفع السائق يحمله على التاجر وإيش قد المبلغ اللي دفع التاجر يحمله على البضاعة وإيش قد البضاعة اللي يشتريها المستهلك الأول اللي هو أبو المفرد يحمله على الفقير فبالأخير المتأذي من هذا الموضوع هو الفقير التاجر يقسمه على الفلوس ويحمله طبعا أنا أتكلم لك على مادة الطحين اليوم لقائي بالطحين والمواد الغذائية إيش قالوا لك بابا الغذاء وأكو إحنا نجي نحسب الطحين المواد الغذائية المعلبات هاي كل واحدة لها تسعيرة كلها لها تسعيرة وبعدين أعطيك تعريفة الخضروات اللي هي تتلف بسرعة وبعدين اللحوم والألبان وبعدين الاكسسوارات والمسحوقات هذين السبع مواد كارثتهم بالعراق فقط نصفهم اللي هو الطحين والمواد الغذائية تعريفتهم تبدأ بين المليون ونص دينار الرسمية تنتهي إلى الأربعة مليون دينار عراقي على التريلة على الشحنة؟ على التريلة على الشحنة هذا سعر المانيفست بالعالم كله بالعالم ومنها أقرب دولة الأردن المانيفست يأخذون عليه 200 دولار 150 دينار أردني زين يعني 200 دولار وعشر دقائق أبو المانيفست وأبو التاجر يستلم بضاعته من أي دولة بالعالم زين. إلا في العراق أبو المانيفست اللي هو التاجر اللي يدخل بضاعة طبعاً إحنا هسه اليوم كلامنا بغداد تركيا بغداد إبراهيم الخليل زين. يعني تركيا إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل العظيم هاي لا الصفر الصفرة ومن ثم الغالبية الشعب توصل إلى حد أبو غريب هذا الخط هذا المسار عدا كردستان من يطلع من كردستان إلى حد يوصل هذا الخط هذا اعتباره عن مافيا وميليشيات وعشائر غريب مافيا ميليشيات عشائر محتراماتي للتسميات توصل إلى أبو غريب يبدأ الابتزاز الحكومي اللي هو تحت إطار حكومة شلون راح أحكي لك يا شلون بالله طبعا احنا اول شيء خلينا نتفق انا وياك احنا دوله مع كردستان لو دولتين لا دوله احنا بالجمرك احنا دولتين مع احتراماتي لاخوان نعم. في حكومه كردستان نعم ليش لان ابراهيم الخليل يدفع 70 الى 65 دولار مانيفست بنصف ساعه وهو قاعد بسيارته ويطب ما لهم دخل لك راس شايل انت نعم لو شايل ما ادري شنو راسا يدخل السياره على السريع تدخل 75 مانيفست نصف ساعة يطلع واضح معلوم صحيح وين وصل؟ وصل لهاي الأرض اللي هي الحدود العراقية الكردستانية الحدود هي تبدي بهذه المشاكل يقبضون على السيارات وهذه الكلمة المسؤول عنها يقبضون دائرة الجمارك على السيارات على الشاحنات بقرار محكمة وبقرار قبض جنائي
والله يستودعوهم يعني يسحبوهم بسيارات نجدة ويأخذون أوراقهم ويخرجوهم بأبو غريب بكفالة. أنا هاي ما سامع بها. يعني هذا الطابور كله هذا ولا كله مقبوض, مقبوض عليه مقبوض عليه. هذا نشوف الرد المسيرات. وهاي ليش أنا مدى أفتهمها أستاذ حامد؟ هسه هذول هم ما حشوا لك إياها باللقاء مو؟ لا ما قالوا لك. قالوا مستمسكاتنا لازمين نبيهم. هاي شطوها المن يطوها ايه؟ يطوها سيارة نجدة. النجدة تستلمهم طبعا هنا شكو نجدة تتعارك على هاي النقطة. لأن أبو النجدة راح يأخذ شلون حصيلة ذهب كنز ثروة. والله خوش. يحطهم بأبطة ويطلع بيهم لأبو غريب قابضا. إيه بس هذا فرهوب. من يجي يطلعهم؟ ايه؟ يطلعهم بكفالة الجمرك. يسوي لهم معقب بأبو غريب معاملاتهم. ايه؟ يبدي المعقب من 450,000 دينار إلى 600,000 دينار يأخذ من عندهم فلوس بدون وصل. ويأخذ منهم وصل من 1.5 مليون إلى 4 مليون حسب نوع البضاعة. بدون وصل هذا بوك. هذا اللي هو يقول لك أتعب جمرك. زين غير هذا الجمرك ما يصير. زين غير هذا المعقب ما يصير. زين غير هاي المنطقة ما يصير. شو تريد سوي روح سوي. بضاعتك 13 يوم وقال 12. جي. تتأخر من 13 إلى 15 يوم البضاعة في الجمارك. تلفت. التلف ما مسؤول عنه الدولة، مسؤول عنه التاجر. هنا التاجر يقوم يلطم. إيه؟ لازم يسدد فلوسه لابو تركيا. إيه؟ وتدري المستفيد كلها تركيا والاجنبي والفقير رايح طايحه. إيه؟ واصله خطيه. اعتقد سمعك استاذ حسام العقابي حقيقه ويانا على التليفون. إيه؟ على على راس استاذ حسام العقابي تسمعني عضو اللجنه الماليه حياك الله. انقطع الاتصال بالسيد حسام العقابي. انقطع الاتصال بالسيد حسام العقابي. يعني هاي السلسله اللي تتحدث عنها. نعم. هذه سلسلة ابتزاز مو سلسلة قمارك حكومية. أستاذي العزيز أنا مستغرب يعني هذا الموضوع. القمارك قبل عندنا قمارك الوسطى. زين. قمارك الوسطى موجودة. إحنا تجار من إحنا صغار تيجي تقمرك بيوم ثاني يوم تطلع البضاعة. وين كان المقر؟ مقرها بأبو غريب هنا بال 52. يجيك ومخازنها بأبو غريب. يجيك ها. مخازنها بأبو غريب. ها إحنا إيش عندنا مخازن للقمارك بأبو غريب. نعم. أنا ليش قلت لك إحنا دولة لو دولتين؟ خلينا نتفق إحنا. إذا إحنا دولة يا يعني مع احتراماتي إلى مجلس النواب الموقر زين. واحتراماتي إلى مجلس الوزراء الموقر ومجلس المحافظة اللي إحنا بيه، إحنا ذا دولوية وحدة مع كردستان. نطي إلى منظومة كردستان إبراهيم الخليل أبو الجمرك، هناك جهاز التفتيش وهناك يدفع الفلوس، وهاي حصة كردستان اللي يريدها من عندنا خلي يأخذها من الجمرك. إحنا مو كردستان يأخذون 17% من ميزانية التنمية العراقية. نعم. مال البصرة. زي أستاذ العزيز الرقم اللي أقول لك به يندفع فقط للطحين والمواد الغذائية يعادل 260 إلى 300 مليار شهريا. دينار؟ دينار عراقي. هاي الأرقام محسوبة على نسبة 1000 تريلة. وإذا أقول لك 1000 تريلة تقول لي غلط أقول لك لا، بس 550 تريلة يوميا من الطحين تدخل كميلة يوميا. هذا يتبادل يطب ويطلع يطب ويطلع. شلون يطب ويطلع؟ هتسته اليوم عندك 13 يوم وينتظر. اكو 13 غيرهم استلموا. نعم. واكو 13 غيرهم طبوا واكو 13 غيرهم بالطريق. فالعمليه مستمره. التجار العراقيين يوميا هذا الطحين والمواد الغذائيه والخضروات كلها تجينا من تركيا من هذا الطريق. انا طبعا ما دا اتكلم لك على البصره ولا على الشلامكه ولا على بدره ولا هذنيش الباقي الوسط والجنوب التركي اللي هم بيه النقاط جمركيه ولا لا هم بيه المافيات جمركيه. اقول والدليل على كلمة المافيات ليش؟ نعم. موظف الجمرك اليوم يتعارك يروح إلى أبو غريب، يجي يتوسط يروح للوليد، يجي يتوسط يروح لطريبين، يشتغل ويا داعش في سبيل يشتغل بالجمرك. ليش؟ لأن مدير الجمرك ذاك اليوم عاقب وفصل أرقام خيالية من الموظفين اللي هم يدفعون دفاتر في سبيل أن يصير موظف في جمرك أو طريبين أو الوليد أو الشلامجة. ليش يريد يبتعد يعني عن لا ليش يريد يروح يذب نفسه هو من أهل بغداد يروح لطريبين ليش؟ ليش؟ لأن فلوس ابتزاز. ابتزاز السيارات وأصحاب المركبات واللوريات والشاحنات يطلع روحها 13 14 15 يوم يطي أي رقم. ولهذا التاجر مبتز يبتز. ولهذا التاجر العراقي فقدناه الشريف. وأغلب التجار وغرفة التجارة نادت بهذا الموضوع. أنا حضرت عدة مرات لغرفة التجارة ينادون الحكومة العراقية في برامج انه العراق نروح نتاجر بغير دوله. هذا الجانب السياسي والاقتصادي العفو الاجتماعي والاقتصادي. اما بالجانب الامني واللي يخصني اكثر. نعم. اغلب هذه الشاحنات تدخل بدون تفتيش استاذ. عندنا بالله احد التجار ويانا على الهاتف خلينا نسمع احد التجار العراقيين طبعا الموردين لماده الطحين. انا ما اعرف يسمع. انا فكر اسمه ولا خلينا نسميه ابو علي. مو خلينا نسميه ابو علي.
عيني ابو علي. نعم حجينا. حياك الله عيني. عليكم السلام ورحمه الله. حجينا ابو علي الزبيدي يا ثاني. اهلا وسهلا ابو علي. حياك الله عيني. الله يسلمك. انت احد التجار اعتقد اللي تعانون من القمارك بالله سولف. قول اي ماده؟ اي ماده والله. حجينا الو اسمعك. احنا مواد غذائيه متنوعه المعلبات. زين سولف لنا بالله شنو وجه معاناتك؟ عدي استاذنا العفو المنطقة السافرة اي البضاعة تجيها من تركيا عن طريق ابراهيم الخليل. زين من ابراهيم الخليل ادفع تقريبا 500 دولار على 25 صنية غذائية جمرك كامل. زين 50 دولار 25 دولار 500 دولار على الطن من السفرة ادفع لبغداد 25 2500 دولار 25 وشنو؟ 2500 دولار 2500 دولار يدفع من الصفرة لبغداد يعني 25 ورقة اي 25 ورقة اي 25 ورقة نعم هاي من الصفرة لبغداد من الصفرة لبغداد الجميلة. زين بغداد الجميلة هذا ميطو هال دولة ما يطبون ابو غريب دولة ما يروحون قابضا اي العفو استاذ معي سيارات عسكرية وسيارات نجدة تلزم السيارات النجدة حتى 25 ورقة للضابط عندي كل سيارات وصل لي حق بغداد الجميلة. والله هذا ابو النجدة حاميها حرامي. زين هذا الضابط اللي تنطيه 25 ورقة. نعم. إذا ما تنطيه 25 ورقة وين يعني؟ يدز لأبو غريب قابضا. والله استاذنا عندنا سيارات فقط شهر فوق الشهر. إيه. الحين زدينا بالسفرة بالساحات الفارغة البضاعة تلفت اكو ألبان واكو خضروات انضبت بالساحات. في سبيل يعني يوم عن يوم نطي عطالة للسائق والإجرة تصير أكثر البضاعة تلفناها يقولون إجرتك ترجع. زين البضاعة تلف ترجع بعد طول هالجد. زين أبو علي هذا المفارز الأمنية اللي تاخذ منكم 25 ورقة وتخليك تدخل إلى بغداد 30 ورقة هم زين 30 ورقة هذول وين تلقوهم أو وين يرصدوكم يعني متخفين في الشارع لو وين طالعين يعني ناس من سيطرة؟ نعم يجي السيارة ما تعبر قليل السفرة تجيها مطارد خلاص تجيها بدون جمرق. زين قلت لك جمرق. زين انت مو دافع جمرق للإقليم ما ياكل عنده؟ ايش قد 75 دولار يدفع الجمرق للإقليم ما ياكل عنده مثلا ما يمشيك؟ الجمرق واحد بالإقليم وهنا ما ياكل عنده هو السيارة بها منافيس البضاعة مدفوع بالإبراهيم الخليل هذا المنفس اللي يدفعه 75 دولار هذا ما يمشيك يعني هذا ما يغسل ربعين الضابط استاذنا ما يمشينا هذا يقول انت هذاك غير دوله وانا غير دوله ها يعني يتعامل مع اقليم كردستان غير دوله اذا هو غير دوله بالضبط ها زين انا اشكرك طبعا شكرا جزيلا لا طبعا احنا نشكركم والله العظيم لان ما حد يوصل هاي الصوره طيب يعني قدام الحكومه ومقابل هاي الاذاعه الطيبه ذات المدى نشكر الاستاذ محمد الربيعي اشكرك شكرا على برنامج الطيب ونشكرك عبد يعني العزيز انا اعدك انه راح اتابع هذا الملف باستمرار حقيقه واحنا نوعدهم واي نجعل الملف مفتوح حتى نزوركم الى المقر او تجونا الى مجلس المحافظه الوقت حقيقه بدا يدركنا مو مال ربع ساعه متبقيه او بس عشر دقائق اوضح نقطه خمس دقائق لا اوضح لنا باقي دقائق بعد عندي وقت امامنا وقت ثمان دقائق يعني استاذ اكو نقطه اخيره اخرى مو اخيره نقطه اخرى هم هذه السيارات تسبب مشكلة أمنية أيضا مجلس محافظة التفت في موضوع حدود بغداد وأطراف إدارتها على نقل البضائع بعمل ساحات التبادل التجاري اللي نسميه ترانزيت مثلا اللي هو الميناء البري لا التبادل التجاري للترانزيت اللي هو شنو السيارات هاي ما دخلها إلى بغداد نعم. أحطها في تبادل تجاري درجة أولى منظمة وهذه الساحات متشاركة وياي وزارة النقل باعتبار كل هذه الوسائط هي تابعة إداريا للنقل البري صح النقل البري مؤسسة موجودة وهيئة موجودة في وزارة النقل وعدة شاحنات وعدة شاحنات وهو مسؤول عن الخاص وعن الحكومي صح وإحنا التقيت أنا شخصيا بالسيد وكيل وزير النقل إذا أذكر اسمه العمران أبو عمران الزبيدي قال لي كالآتي نعم. أنه مجلس محافظة أمنياً أنتم انطيتوا هذه الصلاحيات نعم. وهذه الساحات التبادل التجاري لكن إحنا نريد نستثمرها حتى تكون مؤهلة وجيدة للمواطن العراقي وللتاجر مع الأسف بالروتين وعدم توفر الأراضي ووصلت هذه الأراضي إلى استثمار
وتحولت الى الهيئة الاستثمار، هيئة الاستثمار حالت هذه الاراضي الى مستثمر، المستثمر لحد الان لم يدرك العمل في هذا الموضوع، هم ندخلوا له يسوي مقرات خاصة لهذه السيارات، دخلت بها من الحسابات المافيات. المشروع توقف بين النقل وبين مجلس محافظة بغداد. زين. الآن هو طور التأهيل، طور الإدارة كاملة لحد الآن. بس أنا شرح أقول لك، أجت وزارة الجمارك الضريبة، ما أعرف منو اتصل بيها، هل اتصلت بها مجلس محافظة وأقول لك لا، هل اتصلت بها الحكومة العراقية وأقول لك منو يا جهة. زين. طلبت من التاجر ومن السائق العربة أو التريلة 500,000 دينار على الوصل الرسمي، وتحول الوصل من 1,450,450,000 إلى 1,950,000 ادفع، قالوا له هاي 500 مال طرق. زين هيئة الطرق جاي تأخذها، زين هذه بدها يأخذها في بغداد، غير لازم إحنا كمجلس محافظة إن علاقة في موضوع الضريبة والجمرك بنسبة قانون رقم 21 اللي سن إنه هذه الجمارك والطرق هي من المجالس المحافظات، ما نعرف الخمسمائة ألف بوصل يتندفع، هاي رسمية. نعم. زين الطرق من جاي تأخذون الخمسمائة، حسنتوا الطرق لحد اليوم، الطرق مع بغداد الناس من تحكي أمانة بغداد تتفرج، لا مو أمانة، أطراف بغداد هي المحافظة، أطراف دورنا بغداد. دورنا محافظة إحنا. بغداد يعني ما الطرق متعلقة بمؤسسة بهيئة الجسور والطرق اللي تابعة لوزارة الإسكان والإعمار. محافظة بغداد عند مدن في أطراف بغداد تمر عليها طرق، وهذه الطرق تمر عليها تريلات غير معبدة وغير كاملة. جيد، أخذت 500 والبعض ما شايفين 500، وال 500 مو انه سقط بغداد، ما سويتوها؟ اقول لك سويتوها، قالوا اكو كساد في ميزانيه المحافظه ممكن ان تخدمنا. اي صح، هسه هذا الموضوع انه ال 500 اكتشفناها تروح مع الجمرك، مع وصل الجمرك في ابو غريب دي فحت تاجر. هذا اللي انا بالحلقه القادمه راح اقول لك وين تروحوا المن، لان اليوم من المعلومات اللي عندي هذا الجانب الطرق والجانب الامني، هذه زي. السيارات اللي قال لك تعبر ب 25 ورقه وب 29 ورقه وتدخل جميله، اذا ما دخلت على بغريب ولا دخلت تفتيش من اقليم كردستان، وين وصلت؟ وصلت الى جميله. انت تتذكر بجميله كم واحد ماتوا استشهدوا في انفجار الخضروات الصبح الساعه 5 تريلا مفخخه؟ يعني ننتظر تتفخخ تريلا اخرى؟ تتذكر في حلقاتي معاك في الجانب الامني من اقول لك انا اهدد في بغداد انه تنفجر بها سياره؟ صح. وتفجر في الكرادة وكتلة لنا 500 وشاب اليوم في جميلة راحوا من عندهم شباب والله من ذكرت يعني إذا تبقى هذه الحالة حقيقة ويسمعنا مكتب القائد العام للقوات المسلحة فموضوع الدفاع موضوع الفساد في هذا الملف، ملف في الجمارك خطير جدا، خطير. ملف في الجمارك تدفع 25 ورقة لتريلة تفوت بلا تفتيش وتدخل هذا العاصمة وتصل للتاجر، مع احترامي للتجار، لكن طبعا دخلت بالسيفور، دخلت بمادة شديدة الانفجار. اليوم المواد غير سيفور، اكو مواد اخرى اليوم الاجهزة مالتنا ما تكشف البعض من عندها. استاذي هذه الجانب الامني الخطير جدا على ارواح الناس، بس انت ارواح الناس مو فقط في الامن، ارواح الناس في الغذاء، فالامن الغذائي مهدد، السيطرة النوعية مفقودة من هذه المواد. خلي احكي لك على موضوع السيطرة النوعية، ما هاي المواد ليش تصنع بالتركيا وجاي تجينا من تركيا وتدخل بغداد؟ هو هذا السؤال، ليش صناعتها مو بغداد؟ احنا جاي ناخذ، احنا جاي ناخذ ليش الشخاط دا جيبه من بغداد؟ جاي ناخذ ضريبة جمركية على السيارة. ايه فحصنا جودة المصنوع داخل السيارة، لا ما جزء يطلع مادة سامة يا لا استاذ، السيطرة النوعية فاسدة. انا اقول لك وين انت المعلبات اللي تجيبها عرضها الى التفتيش السيطرة النوعية تلقاها كلها تعبانة. هاي مفارز ادخال الجمركي، ايه بيها مراكز سيطره واختبارات ابدا سيطره. يا انا اقول لك شلون طريقه السيطره النوعيه، احكي لك يا شلون ياخذون مواد جيده مو هي نفسها الموجوده بالسيارات، تاجر يريد يمشي شغله يروح للسيطره النوعيه كلاوات ياخذ وصل، الوصل يرفقه بالمنيفست، يضربه دمبوس بالمنيفست، يروح يقول له يا بالسيطره السياره كلها تطلع تنباع بالمحلات برخص الثمن، تنباع باغلى الاثمان لان اندفعت عليها جمارك عاليه، المتضرر صحيا الامراض السرطانيه كلها من وراها، انواع هاي المعلبات وغيرها. طبعا الاغلب انا ما راح احكي على الجوده في بعض الانتاج اللي يجي، لان حتى لا نضرب الانتاج مال بعض المتجر. والنقطه الاخرى اللي هي الاسعار، من اللي الغني راح يوقف يم الدينار اذا زادت العلبه مال الفول والحمص او البزالية او التمن او الطحين؟ ما يقول، بس الفقير يهم الدينار اللي راح يصير على بضاعته اللي يعني هو ماكو حصه غذائيه يعني والبطاقه الغذائيه اللي فقدت عايشين بصت فساد. يعني يا استاذ العزيز هذا الموضوع اثارته مهمه جدا، والله العظيم هذا اخطر من داعش. اي اكيد اخطر. اما المواد اللي فلوس، اذا قدرنا نحصر البصره الى كردستان في منفذ واحد او في منافذ رسميه وتروح هاي اموالها الى الدوله، قل لي بعد يا نفط، انا ما اريد النفط، اشتغل على هاي المواد، خلي النفط يشتغل على تنمية بسيطة ويشتغل على هذه المواد. هذه المواد ما جاءت تدخل الميزانية العراقية، وإذا دخلت الميزانية العراقية فإذا وين راحت؟
انا رجل اطالب بالميزانيه العراقيه ورجل دوله، الميزانيه العراقيه في بغداد ايش قد قيمه الضرائب اللي عندي؟ شنو مداخله بالموازنه؟ قريت قانون الموازنه استاذ خريته، بس ايش قد نسبه الضرائب الداخله الصدق عن ايش قد نسبه البضاعه اللي موجوده بالعراق؟ راح اقول لك ليش. الكلينكس الى حد السيارات جاي تدخل بغداد، زين صح؟ زين. هاي المواد لما اجي احسبها بالسوق التجاري، هاي فقط هذه المواد نسبتها من الارباح ومن الضريبة، أنا ممكن أبلط كل بغداد وأسوى عمر كل بغداد، وين تروح هاي الفلوس؟ زين ليش مدة تنطي إلى مجلس محافظة بغداد للموازنة التشغيلية اللي أنا ما عندي أي موازنة صار الأربع سنين، وده تطالبني أنت في إعمار وده تطالبني أنت في خدمات، أي. بنفس هاي الفلوس تروح بنسب أقل الدولة، والنسب الأكبر من عندها دين باق، دين باق بين هاي العصابات اللي جاية من شارع الإقليم واصلة لأبو غريب راحت جميلة. وداح وإحنا أنا وياك حكينا عن موضوع اسمه خط بغداد تركيا، إذا نرجع نحكي عن خط اسمه بصرة بغداد فحدث ولا حرج. تبني الكويت مو تبني العراق. وقت البرنامج انتهى، وأعد المشاهدين بأنه حلقة ناس وحكومة لهذا اليوم حقيقة هي لم تغلق والملف مفتوح، وانا اسلم بعهد السيد محمد الربيعي. انا اشكرك، بس انا اريد انه انتم ايضا تدعموني مع التجار عندما اروح اسجل حلقه. ايش وقت تروح كاميرا مهيئه حقيقه لمرافقتك مع التجار، واذا احد النواب يشاركنا اهلا وسهلا به. انا ما اريد يكون الملف فقط ملفنا. اتصل ايضا بالسيد حسام العقابي عضو اللجنه الماليه النيابيه ان نشركه في لجنتكم الخاصه او تشكلون لجنه من قبل مجلس المحافظه. انا راوعدك تشكل لجنه. نتابعكم بالتغطية حقيقة ونتابع مسار على الأقل ما تصلون إلى من نتائج تحقيقية. أستاذ حامد، ورح أقول لك شغلة واحدة، هذا الموضوع خطير جدا. أيه؟ متعلق بمافيات، صحيح، ومتعلق ببعض أضعاف النفوس من العشائر، نعم، ومتعلق ببعض أضعاف النفوس من يدعي مثل ما ذكرت في بداية حضرتك، من يدعي أنه في الحجد المقدس. أيه؟ ويلتقي ويحصل الأموال. أيه؟ هاي الأموال وين تروح؟ فممكن هذه الأموال تروح إلى عملية تصفية للمدى ولمحمد الربيعي، ولكن أنا وياك حاضرين. لا، هي قضية رأي عام بالنهاية، ما تخوفنا قضية. احنا قضايا الرأي العام انا وياك شاطرين بيها، وان شاء الله باقين بيها، لان هذا يهم الغذاء. أكيد. يهم المواطن ويهم الامن. اشكرك استاذ محمد ربيع عضو اللجنة الامنية. طبعا اللجنة الامنية انت مشلب لعضو يابا، انا نائب. نائب اللجنة الامنية. نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد. تحياتي. شكرا جزيلا لحضورك ومشاركتك الحوار. شكرا لكم مشاهدي ومستمعي مدى على حسن المتابعة. التقيكم غدا باذن الله تعالى ان بقينا بقية الحياة في امان الله. شكرا على شديدك حبيبي، تحياتي.